هي بلشت وقت صار في الانفجار 4 آب، وصرنا نشوف هالناس كلها على التلفزيون عم تركض وعم بتساعد بعضها. أنا ما كنت ببيروت، كنت بالجبل، وعم بشوف الناس على التلفزيون وافتكرت بالولاد، وطلعت لقيت هيك أنا عندي بوبي، حدي عندي بوبي دايما بالبيت. قلت ما بلش اعمل بوبي انا للولاد هيدول اللي عم بيروحوا اللعب تبعهم. اخذت البوبي وصرت فكفكها وشوف كيف بيعملوا بوبيات وهيك. قلت يا رب اذا بقدر اعمل بوبي بدي اعمل 100 بوبي لعيد الميلاد للولاد. وهي كانت هلا بلشنا بشغل البوبيات، وكانت يعني افنتير كبيره كثير عشان انا مش عامله بوبيات بعد بحياتي. انا بطرزهم، وجهي مطرزين، عندي مكنه بتطرز، طرز الوجه وبعدين بعمل الإجرين والإيدين والجسم، وبعدين بحشيهم، بعدين بخيط لهم الفساتين، وهيك مثل بعني عم بلعب فيهم بيكابو. وهلا عم يبعثوا لي الصور هالبنات اللي مسكين البوبيات، وما فيك تتصوري قديش أنا عم ببسط كل ما بتجيني الصورة.